محمد، مرحبا فيك. يا اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه اليوم على مركز اليزيه الطبي. خبرينا شوي هيك لمحه سريعه عن مركز اليزيه الطبي. هلا احنا مركز اليزيه الطبي هو لجراحه اليوم الواحد، مختص بالتجميل، العنايه بالبشره، التجميل النسائي، الاسنان تجميلي. حاليا احنا بمرحله قرب افتتاح مستشفى، راح يكون مستشفى اليزيه تخصصي لجراحه التجميل والادفانس بروسيجر بعالم التجميل. راح يكون مثل بوتيك هوسبيتال الهب، المستشفى الاول باليو اي اي او بالجي سي سي، خلينا نقول من نوعه بالتكنولوجي. صح في مستشفيات بالتجميل، بس احنا حنكون في اشياء عندنا مفاجات ادفانس تختلف عن المستشفيات البقيه. متى ان شاء الله حنشهد يعني افتتاح؟ باذن الله خلينا نقول ان شاء الله على شهر 6، اذا الامور تسهلت باذن الله بشهر 6 راح يكون مفتتح المستشفى. طول الاول من نوعه من اي ناحيه؟ هلا احنا ميلي كونستريت على الاشياء التجميليه، فرح يكون التجميلي انسايد واوتسايد، يعني مو بس انه انت تهتم بالتجميل اللي هو الفيلر والبوتوكس وعمليات التجميل، لا تهتم بالتجميل الداخلي اللي هو الويلنس، الهيلث، الامور الهيلث، المديتيشن، في اشياء كثيره ادفانس بهالامور موجوده عندنا باليزيا. دكتوره نهله المنصوري مرحب فيك. اهلا اهلا فيكم. طبعا حضرتك انت من كادر مركز اليزيه الطبي، خبرينا عن تخصصك وحسب ما سمعنا انه انت اول دكتوره اماراتيه بهذا التخصص. نعم، تخصصي جراحه تجميل وترميم مجهري مع الحروق، لكن بالاخص جراحه الوذمه اللمفاويه للمرضى اللي يعانون من احتباس سوائل السائل اللمفاوي في اليدين او في القدمين، سواء كانت باسباب استئصال سرطاني او حوادث او بسبب الطفرات الجينيه عند الاطفال. طب هذا المجال شوي بس تشرحي لي عنه شوي، لانه في يمكن في ناس ما كثير بيعرفوه، يعني هو غير قصة التخصيص وغير قصة مثلا التكميم وهيدي او التنحيف الى اخره. نعم، لان المتعارف عليه لما تقول جراحة تجميل الناس تفكر انه هو تجميل شد بطن او تكبير ثدي او الاشياء التجميلية، لكن ايضا جراحة التجميل تتضمن الترميم، والترميم هو تصليح ما تم اتلافه. فمثلا عندنا الجهاز اللمفاوي في جسم الانسان، اذا تم استئصال الغدد اللمفاوية او الشخص تعرض لحادث وتم تلف للأوعية اللمفاوية، فاحنا باستخدام التقنيات الميكروسكوبية والتقنيات المجهرية نستطيع إعادة توصيل للأوعية اللمفاوية ونعمل جراحات اللي هي إعادة تحويل للمجرى السائل اللمفاوي. بالتالي يتم إعادة تصريف السائل اللمفاوي سواء من الأطراف القدم أو من اليدين، ونسبة نجاح هذه العمليات تقريبا من 60 إلى 70% إذا تم معالجة هذه المشكلة في المراحل الأولى. دكتورة ليه اخترتي هذا التخصص؟ لأن هذا التخصص نادر جدا، ويوجد العدد هائل وكبير من المرضى اللي يعانون من هذا المرض، لكن المشكلة في أن الأشخاص الذين يشخصون هذا المرض بشكل صحيح، وعندنا في منطقة الخليج الكثير من حالات استئصال الأورام واستئصال الغدد اللمفاوية، بالتالي يؤدي إلى تكون أو احتباس السائل اللمفاوي في الأطراف بسبب استئصال الغدد اللمفاوية. أيضا بسبب الزواج من الأقارب هناك طفرات جينية عددها يعني عدد يعني هائل موجود، لكن لا يتم تشخيص الأشخاص هذيلة بشكل صحيح لأن التخصص نادر. والحمد لله بفضل رب العالمين، بفضل دعم وجهود دولتنا في دعم الأطباء لتكميل والدراسة، الحمد لله دعم من أمي وأبوي وإخواني وخواتي، استطعت أني أتخصص في هذا المجال اللي هو خذ وقت طويل، لكن الحمد لله إن شاء الله نكون عند حسن الظن ونعطي المزيد للوطن. تعاونك مع مركز أليزيه وهلا مستشفى تم البداية معهم لمركز أليزيه. نعم، خبرينا عن تعاونك معهم.
الحمد لله مركز إليزي الطبي مركز خاص، لكن لديهم توجهات طموحة جدا في دعم المرضى وتوفير ما هو نادر وتوفير ما هو يخدم الطبيب لخدمة المرضى ولضمان سلامة إجراء الجراحات الترميمية والتجميلية. برنامج الوذمة اللمفاوية قبل 4 أسابيع قمنا الحمد لله بتشكيل أول مجموعة الإمارات للوذمة اللمفاوية مع سبورت من مركز إليزي. راح يكون هذا تحت مظلة International Lymphedema Framework، تحت مظلة Emirates Medical Association أيضا. دعمهم لي وللمرضى لا محدود، لا أستطيع وصفه، سواء كان من توفير الخدمات العلاج الطبيعي، توفير الأجهزة الطبية غير موجودة في أي مكان في دولة الإمارات. فأشكرهم الشكر الجزيل يعني لتسهيل هذا الشيء لي. دكتور أحمد عيايدي، مرحبا. مرحبا فيك. مرحبا أستاذ علي، أهلا وسهلا، منورنا اليوم. يا أهلا وسهلا فيك. تسلمورك. خبرنا عن مركز إليزي الطبي وعن المستشفى اللي قريبا راح تفتتح في أبو ظبي. أول شيء برحب فيك وبرحب تماما لي متابعين قناة إمارات نيوز. احنا طبعا مركز إليزي الطبي هو مركز متخصص بجراحات التجميل، وامتداد لفكره موجوده بدات بالرياض ب 2005 كان باطلاق اول مركز طبي تجميلي بالرياض، وب 2015 اللي هي تم انشاء وتاسيس اول مركز بابو ظبي كان خاص بجراحات التجميل. اليوم احنا على مدار 7 سنوات كنا سعيدين جدا بعلاج اكثر من 2000 حاله وتغيير حياه اكثر من 500 شخص في المركز. المجموعه عندنا اللي هي مجموعه سفاره القابضه ارتأت انه انشاء اول مستشفى متخصص بجراحات التجميل. المستشفى هذا اللي بيميزه عن باقي المستشفيات انه مستشفى متخصص بجراحات التجميل والترميم، يعني احنا المريض تمام اللي هي بيكون عندنا رحلته بتبتدي من قبل العلاج واثناء العلاج وبعد العلاج. هذا اللي بنحاول نعمله اللي هو سوليوشن خاص بجراحات التجميل والترميم. طبعا رعينا بانشاء المستشفى انها تكون احدث التقنيات الطبيه من معدات طبيه، تجهيزات طبيه، الليتس تكنولوجي كنا حريصين انها تكون موجوده، وبنفس الوقت اللي هي استقطاب مهارات طبية من مختلف أنحاء العالم، وبنفس الوقت اللي هي تقديم التجميل بصورة تمام مودر يعني طبية وليس تجميلية بحتة. هذا اللي بيميزنا بالمستشفى. شو المستشفى شو والمركز شو في تخصصات، شو التخصصات الموجودة عندكم؟ طب هلا اول شيء تمام اللي هي الجراحات التجميليه، الجراحات الترميميه. الشيء الثاني اللي مميز اللي حيكون عندنا مش موجود عند حد ثاني اللي هو الجراحات الدقيقه، الجراحات الدقيقه اللي خاصه بالوذمه اللمفاويه. احنا معانا دكتوره نهله المنصور اللي هي رئيس الجمعيه، حتكون تعمل العمليات هاي اللي هي ما بتعمل هون باغلب المستشفيات. هذا قسم. الاقسام المهمه الثانيه اللي هي التجميليه والطبيه طبعا اللي هو قسم الاسنان، لان احنا المبدا تاعنا بالتجميل انه كيف تولوك بيوتيفول فروم انسايد ومن أوتسايد. فحرصنا برضو أن الأشياء التجميلية اللي بتساعد على الشخص اللي هي الهيلينج أو الويلنس تكون موجودة معنا، بالإضافة لأقسام الجلدية، لأقسام اللي هي علاجات البشرة. وبالمستشفى تحديدا عملنا المركز خاص بعمل سكرينينج أو فحص لسرطان الجلد عفوا، اللي هو تمام يعني منتشر وما في تركيز عليه، فحرصنا أنه يكون موجود معنا. بلوغر روبا بدير، مرحبا فيك. اهلا فيك، تشرفت معرفتك. خبرينا عن رايك مركز إليزي وتعاونك معه. مركز إليزي مركز مميز، فيه كتير خدمات حلوه بتهتم في جمال المراه وبصحتها. شو تعاونتي معهم؟ هل جربتيهم؟ شو عملتي شيء عندهم كذا؟ عندهم كتير خدمات متنوعه، يعني كلياتها بتهتم بصحه المراه شو ما كانت الخدمات، هي كلياتها خدمات بيرفكت واطباء كتير بروفيشنال. دكتوره نيفين حسين، مرحب فيك. هلا، اهلا وسهلا، اهلين. خبرينا، انت منضمه لمركز إليزي الطبي، خبرينا عن تخصصك والمجال اللي انت بتشتغلي فيه. اوكي، انا استشاريه امراض نساء وتوليد او تجميل المنطقه الحساسه. هلا كثير التوجه لتجميل المنطقة الحساسة لأنه كثير إشي يعني بتهتم فيه النساء، بعزة ثقتها بنفسها، سبيشالي للنساء اللي بتحمل وبتولد بصير في عندها ترهل بالمنطقة الحساسة، بصير في عندها توسع، هذا الشيء بيأثر بعدين على العلاقة الزوجية، فكثير النساء بيحبوا يهتموا بهذا الشيء لتعزيز ثقتها بنفسها ولترابط أسري كثير كبير.
حضرتك منضم الى مركز اليزام من البدايه يعني انت معهم؟ اي نعم، لي فتره معهم. نعم. هلا بالمستشفى حتكوني معهم كمان؟ اكيد موجوده، طبعا اكيد موجوده معهم بالمستشفى. بدنا نطور الشغل تبعنا ونحاول نوصل رسالتنا ونسعد اكثر واكبر عدد من النساء الموجودين. دكتوره روضه شفي، مرحبا فيك. اهلا وسهلا. اهلا فيك استاذ علي. طبعا حضرتك متخصصه بالاسنان، زراعه اسنان، خبرينا عن تخصصك ومجال شغلك بمركز اليزا. تمام، انا دكتوره روضه شفي، طبيبه اسنان اخصائيه زراعه اسنان من جامعه عجمان. هلا ما تعرف حضرتك اسنان في كذا اختصاص، في كذا قسم. بمركز اليزا في كل الاقسام، في كل الاختصاصات. في عندنا شيء اول شيء جراحه التجميل، في عفوا الجراحه، وفي عندنا التجميل لو تعرف حضرتك الهوليود سمايل والفينيرز. في عندنا هذا كمان قسم خاص له بنسميه الفينيرز والكوزمتكس. في عندنا قسم للاطفال، وفي عندنا قسم للجراحه اللي هو خاص فينا، الجراحه العاديه، وعندنا الزراعه. طب دكتور هلا شو التطور بهذا المجال او بهذا التخصص؟ شو وين عم بيصير، وين عم بيصير هذا التطور، واخر يعني التطور بهذا الشيء؟ هلا اخر شيء توصل له العلم بالجراحه، انا عم بحكي هو زراعه الاسنان. ما بتتخيل استاذ علي قديش الزراعه بتريح المريض. هلا بتعرف من هالعالم بتلاقي بتركب الجسر، بيعمل له التهابات باللثه، بيجمع تحته الاكل، بيعمل ريحه بالتم. هاي المشاكل كلها تختصرناها بالزراعه. لما انت بتعمل زراعه فهو انت كانك عوضت عن السن اللي الله خلقه تماما، ما في اي فرق. ما عاد تحتاج انك والله تنظف هالجسر ويتجمع اكل حوالين هالجسر ويصير التهاب بهاللثه. يعني موضوع بيعاني منه المريض، موضوع جدا جدا بيعاني منه المريض. حتى يعني بيصير بيحكي الهم انه ياكل، بيحكي الهم انه يمضغ الاكل ويعلق الاكل، وبده يقعد يشتغل بالخيط، وما عاد مشاكل اللثه، تراجع اللثه، التهاب اللثه، ريحه الفم. يعني هي اهم مشكله هي رائحه الفم. هي كلها تختصرناها بالزراعه، هو اخر شيء توصل له العلم الزراعه. طبعا في عندنا الزراعات السويسريه والالمانيه والكوريه، كل واحد حسب. سيد صالح الصقري مرحب فيك. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. نحن اليوم مجموعين بحفل سحور لمركز اليزا الطبي اللي هو مكانه بابو ظبي، وطبعا في مستشفى قيد التحضير. خبرنا عن هذا المشروع. احنا فتحنا مركز في ابو ظبي قبل حوالي تقريبا 6 سنوات، وكان الحمد لله من انجح المراكز في ابو ظبي. فهذا شجعنا على اننا يعني بفكرة إنشاء مستشفى، حيكون أول مستشفى في للتجميل والترميم في أبوظبي، وحيكون إن شاء الله يعني من المستشفيات المتميزة سواء بأداء الخدمة أو بالأطباء أو العاملين اللي فيه إن شاء الله. طب من خلال المستشفى هي شو بتضم، شو الأقسام، شو الشغلات المميزة فيها حتكون المستشفى؟ حيكون في جراحة تجميل، وحيكون فيها حيكون في جلدية، وحيكون في أسنان، وجميع التخصصات التجميلية حتكون موجودة. I am Dr. Rosalie Cardinale. I'm plastic surgeon. I'm from Brazil, but now I'm full time here in Elize. I'm specialized for body sculpting and all these surgeries for body contouring. Okay. Thank you. Very welcome.